ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ. اهلا بيك استاذ جميل. ويعني الحقيقه صوره كبيره خرجت بها مصر هذه المره ايضا في النسخه الرابعه لمنتدى شباب العالم، كيف رصدت الاجواء الافتتاحيه التي شهدناها منذ قليل؟ هو في البداية لازم نعرف إن الدولة المصرية مستمرة في إبهار العالم، يعني من 2014 لغاية وقتنا هذا مصر بتبهر العالم من خلال الإنجازات والمشروعات والتنمية داخل الدولة، كل ده إبهار. النهاردة أيضا إبهار للعالم كله إن مصر تستضيف هذا الكم من الشباب في هذه الأجواء الاحتفالية الضخمة المبهجة في ظل جائحة كورونا اللي العالم كله ابتدى يعني ياخد اجراءات ويقفل، لكن مصر في ظل الاجراءات الاحترازية اللي هي اتخذتها مع الجميع قدرت ان هي تنظم هذا المنتدى ويتم افتتاحه النهاردة. هو الحلم المصري حلم كبير قوي، الحلم ما اقتصرش على ان الدولة المصرية فقط وتنمية الدولة المصرية، لكن هو حلم وحدة العالم والانسانية وتعظيم دور الفنون وبث السلام والثقافة والحوار بين الشعوب بعضها وبعض، رسالة خير وبناء بين الدول والابتعاد عن الصراعات. هو ده اللي حاصل النهاردة في شرم الشيخ في منتدى شباب العالم، إبهار بكل المقاييس، إبهار أن يبقى موجود هذا الكم من الشباب بثقافات مختلفة يتم تقريب الثقافات دي بينها وبين بعضها، أيضا الحوارات والنقاشات وورش العمل والجلسات المهمة جدا اللي هتتم فيها، كل ده اعتقد ان العالم لازم يستفيد من هذا المنتدى ولازم يكون الاراء اللي بتطلع منه والابحاث اللي بتطلع منه يجب ان هي تؤخذ بعين الاعتبار زي ما اخذت الدولة المصرية قبل كده بالمشروع حياة كريمة او مبادرة حياة كريمة، ودي خرجت ايضا من منتدى شباب العالم. كل ده التجارب دي لازم كل العالم يشوفها ولازم كل العالم يعرف الدولة المصرية ان هي وحدت شعوب العالم وبتسعى الى توحيد شعوب العالم ونبذ الخلاف ونبذ الصراعات. وهو ده اللي قاله النهاردة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا في لحظة تاريخية لازم نؤكد فيها أهمية الحوار ونبذ الخلافات. هو بالفعل احنا في مرحلة تاريخية العالم كله في صراعات وفي أزمات وفي خلافات كثيرة جدا، لا يجب على العالم أن يتحد، يجب على العالم أن يعيش في سلام، يجب على الأجيال الجديدة اللي هم الشباب اللي مجتمعين في شرم الشيخ إن هم يستقبلوا مستقبلهم إن شاء الله يبقى مبهر في كل دول العالم في خير وسلام ومحبة بين الشعوب. نعم، يعني رسائل عدة تخرج بها هذه الفعالية وهذا الشكل الذي شهدناها في الجلسة الافتتاحية وافتتاح المنتدى، بالطبع وراءها طاقات شبابية فاعلة خرجت بمبادرة لهذا التنظيم الدقيق وهذا النجاح لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. يعني حدثني عن الطاقات الشبابية المصرية وتمكين الشباب من اتخاذ القرار والتعبير عن آرائهم بكل حرية. طبعا طاقات عظيمة شبابية عظيمة، مصر تمتلك مجموعة من الشباب الواعي المثقف الذي يعي كل الأبعاد، كل لما الشباب بياخد فرصته بيبهر الجميع وبيبهر الدولة. هو فعلا زي ما احنا شايفين ان الإعداد تم بشكل مبهر جدا ان احنا نستضيف هذا الكم من الشباب على مستوى العالم، الورش العمل والموضوعات التي سيتم مناقشتها طبعا كلها أفكار عظيمة، أفكار شبابية عظيمة، كل ده بيخلي الشباب في بؤرة اهتمام الدولة، وهو ده اللي اهتم بيه الدولة المصرية ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مهتم بالشباب بشكل كبير من خلال البرنامج الرئاسي والأكاديمية الوطنية للتدريب الشباب وتمكين العديد من الشباب في مناصب عديدة. احنا شايفين عدد كبير من مساعدين المحافظين ومساعدين وزراء من
الشباب، دمجهم داخل المؤسسات حتى يكتسبوا خبرات كبيرة جدا، وان هم يبقوا موجودين في مواقع عدة لاكتساب الخبرات، ان هم يبقوا، لان هم دول المستقبل، هم دول جيل المستقبل اللي هيقدر ان هو يدخل مصر مرحلة جديدة من التكنولوجيا ومن الرقمنة وخلافه. كل ده ولهذا السبب زي ما بقول لحضرتك في البداية ان الرئيس بيولي الشباب اهتمام كبير وصولا الى منتدى شباب العالم، لان الافكار اللي بتطلع من هذا المنتدى هي بتلخص المستقبل بالنسبة لنا. هم دول اللي بيوضعوا الرؤية الصحيحة اللي هم عايزين يشوفوا العالم عليها، يشوفوا الدولة عليها، يشوفوا ان السلام والمحبة والتقدم، كل الكلام ده هم ليهم رؤيتهم وليهم وجهة نظرهم اللي يجب على الجميع ان هو يحترمها. هو فعلا مجهود عظيم تم تنفيذه منذ بدء الإعلان عن منتدى الشباب، وأكيد كانت من قبله في فترة إعداد ضخمة ان هم كيفية الاستقبال وكيفية التعامل مع هذا الكم، وايضا الاجراءات الاحترازية اللي هيتم اتخاذها في ظل جائحة كورونا. نعم بالطبع، هي اول نسخة تعقد في ظل ازمة كورونا التي ما زالت تجتاح العالم بمتحوراتها وخطورتها. يعني برأيك هل الجلسات صبغت بهذا التحدي الذي فرض على العالم، ومن ثم وجب علينا الخروج باجراءات وتوصيات فاعلة فيما هو قادم للتقليل من الآثار السلبية لها؟ طبعا في من أهم الجلسات النقاش اللي هي شغالة دلوقتي أو الجلسات الحوارية اللي هي جائحة كورونا وما بعد جائحة كورونا كمان. يجب أن احنا شفنا أن العالم اتغير، أن الثقافات اتغيرت مع جائحة كورونا، وتعامل العالم كله أصبح فيه بشكل مختلف عن طريق التعامل عن بعد، عن طريق الرقمنة، الإجراءات الاحترازية اللي يتم اتخاذها، اللقاحات. العالم فعلا العالم بيشهد حالة تغير. فبالطبع الجلسة الحوارية اللي بتتم دلوقتي اللي هي الجلسة الثانية الأولى، أعتقد أنها هيتم مناقشة والخروج أيضا بتوصيات مهمة جدا في هذا الإطار، توصيات كلها للحد من جائحة كورونا وكيفية تعامل العالم مع هذه الجائحة بعد كده، وكيفية التعامل عن بعد والرقمنة وخلافه. كل ده هيتم طبعا تباحثه بشكل كبير جدا خلال الندوة. مجالات جديدة أصبحت الآن مطروحة، الذكاء الاصطناعي، توفير فرص العمل بالشكل اللائق، الارتقاء بحياة المواطنين وبكافة الشعوب، وأيضا نشر فكرة الأمن والسلام العالميين. يعني كل هذه الأمور بتلقي بظلالها على هذه الجلسات وهذه الفعالية في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. يعني برأيك كيف تسهم مصر من هذه الانطلاقة الجديدة لنسخة منتدى شباب العالم في إيجاد إجراءات فاعلة تضمن الأمن والسلم، ترشيد الاستهلاك فيما يخص المياه وأزمة المياه التي من المحتمل أن يعاني منها العالم أجمع، أو إقامة تنمية مستدامة ورؤية مستدامة لهذا العالم تستفيد منه الأجيال القادمة؟ هو طبعا لو بصينا لمجمل المواضيع النقاش هنجد ان هو كل حاجة ممكن تتحقق في ظل الأمن والسلام، وهو ده برضو الجزء من النقاش داخل المنتدى. الأمن والسلام، الأمن إذا عم الأمن والسلام بين الشعوب، إذا عمت المحبة بين الشعوب بعضها البعض، أعتقد أن كل المعوقات اللي بتعوق التنمية المستدامة داخل الدول كلها سيتم الانتهاء منها طبعا، وسيتم الاستفادة بشكل كبير من التكنولوجيا الحديثة، وسيتم التوفير فرص عمل بشكل كبير لأبناء الشعوب المختلفة. طبعا الدولة المصرية فيها نموذج متفرد جدا، وأعتقد أن النموذج ده يجب أن يطرح على المنتدى، اللي هو تجربة أن مصر بعد 2013 كانت تعرضت لهجمة خطيرة من الإرهاب، استطاعت الدولة أنها تقضي على الإرهاب، وفي ظل القضاء على الإرهاب كان في تنمية مستدامة، كان في توفير فرص عمل، قل من الهجرة غير الشرعية خارج الدولة، التنمية المستدامة اللي تمت داخل الدولة، كل ده تم مع توفير الأمن والسلامة داخل الدولة المصرية، وامتلاك القوة والقدرة اللي هي قوة وقدرة
الرابعة فقط دون نعم. اعتداء على أحد أو دون التدخل في شؤون أي دولة أخرى. هو ده اللي ثوابت للدولة المصرية. بالضبط كده حضرتك، ثوابت الدولة المصرية. فهذه التجربة الفريدة في الدولة المصرية يجب أن يراها العالم بشكل واضح، يرى كيف استطاعت الدولة في خلال 7 سنوات فقط أن تحقق التنمية المستدامة، تحقق فرص عمل، تحقق أمن وسلام داخل الدولة المصرية. في نقطة مهمة جدا كمان اللي هي نقطة المناخ اللي هو بيأثر على الأمن المائي على مستوى العالم كله. تغير المناخ بيؤثر على الأمن المائي، فيجب بالطبع المناقشات سيتم التطرق إلى المناخ وما وتأثير المناخ خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل تحضيرات فاعلة أيضا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لكوب 27 في العام القادم، قمة التغيرات المناخية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.